هسألك سؤال يا كابتن، ما بدأت التدريب بيبقى ليك استراتيجية بتعتمد عليها، لعيب موهوب يعرف يخلص لك ماتش، شخصية معرفش ايه، مع مرور السنين هل استراتيجيتك اتغيرت في التدريب بسبب مستوى اللعيبة؟ غصب عنك ازاي بقى؟ انت بتعتمد مثلا انا عندي خالد الغندور سرعه ومراوغه، فبتبني عليها. دلوقتي القوه بتتغلب على الموهبه، فبتضطر تعمل تشكيله تانية او تكتيك تاني للقوه. فعلا. وبعدين بلاي ميكر دلوقتي كله بيلعب باتنين وواحد قدامه، ده البلاي ميكر. كان زمان التلاته ممكن بلاي ميكر بس فيهم واحد بيعرف اكتر يدافع. دفاعا وبيلعب كوره. بالظبط، كان طريقه اللعب 4 3 3 زمان، هي و4 4 2 و4 2 4 بالظبط. بس بيبقى فيها التوظيف بتاعك بيشمل حاجتين، الموهبه اللي عندك والدافع كويس. انا انتوا مثلا الجيل بتاعك يا كابتن كان مين التشكيل الاساسي تقريبا؟ انا لعبت مع الدو طبعا الله يرحمه، سمير لا لا محمد نقول علي، عادل الجيل اللي هو مأمور. الثمانينات، بدايه عادل الثمانينات. مأمور كان مثلا، محمد محمد صلاح الله يرحمه، ابراهيم يوسف. كان في بقى تشكيله، محمود سعد، جمال عبد سعيد الله، جدي، سعيد الجدي، صبري المنياوي، باك ليفت كان بدر، كان بدر حامد. بدر حامد في نص الملعب بقى اتنين، احمد عبد الحليم ومجدي شلبي. طب ما الاتنين دول حريفه قوي. قوي يا يعني، ما حدش يجي يقول مثلا ان محمد احمد حلمي بقى كان ومجدي الديفندر شويه. بعديهم مش هيدافعوا، بيدافعوا طب وفاروق جعفر؟ وبيهاجموا. لا انت بتقول الثمانينات، كابتن فاروق كان بدايه يعني الثمانينات موجود برضو. في لغايه 83 84. بالظبط. يعني لا بس قصدي برضو فاروق، ما كانش لعيب مدافع. لا بس فاروق، لا مش مدافع. اصل خلي بالك موهبه استخلاصك للكوره دي وبعدين والمحافظه عليها، تبقى ثرو، تعمل ثرو باص عشان يجي جون وتروح تجيب جون، مش موجوده حاليا دلوقتي غير يمكن 20% اللعيب ده. ولذلك هتلاقي يمكن لما نيجي نتكلم عن المنتخب الثلاثه فلات. الثلاثه شبه بعض يا كابتن. اللي بيطور نفسه شويه السوليه. السوليه. اللي جاي وهيبقى يعني الامل بتاع او المستقبل بتاع منتخب مصر امام عاشور. صحيح خلاص، صحيح. بس ازاي نحافظ عليه ده قصه تانية. صحيح. لكن لما تبقى في عندك الثلاثه اللي بيشوط، اللي بيهاجم، اللي بيدافع وبيلعب سولو باص، مش موجوده في الثلاثه في اي نادي دلوقتي او في اي منتخب الا قليل جدا. زمان كان موجوده كتير كتير. ده انت كان عندك علاء ميهوب في الاهلي، وعندك صح علاء ميهوب كان في الاهلي بيعمل كل حاجه في الكوره في نص الملعب، كويس. بيدافع وبيهاجم وبيرقص. كان عندك محمد حلمي وفاروق جعفر، انا بتكلم على الاجيال المختلفه يعني، ايمن يونس. وايمن يونس، بص قد ايه ايمن يونس كان بيروح يجيب جون ويرجع. كان كابتن بيقول لك لعيب متطور جدا ايمن يونس. بص تلعب راس حربه نص ملعب باك ليفت بيلعب. ثم جاء من بعده اسماعيل يوسف. اسماعيل، وبعدين دخل بعد كده اعتقد تامر عبد الحميد دونجا. تامر يعني. لكن انا بقول لك، لا خلينا نرجع بس لاحمد عبد الحليم ومجدي شلبي. اتنين لما تشوفهم حريفه بس ما بتدافعوش، لكن التطوير واللي عمله المدربين فينا الاجانب. لا انت هتلعبوا اتنين في نص الملعب. اتنين. واربعه اربعه، اربعه اتنين اربعه. وانتوا اللي هتدافعوا وانتوا اللي هتهاجموا. ياه. واحمد يجيب اجوان. ومجدي يجيب اجوان. ومع كان عنده من الموهبه او القدره اللي يقدر يعمل دي ودي.